هو انت؟ ايه؟ كنت مفكراني مش عارف اوصل لك ها؟ طب ده انت حتى حبايبك كتير قوي. واحدة منهم اتصلت بيا من برايفت نمبر وسلمتك تسليم اهالي. قلت ما بنتهاش بقى، لا ده انا هجيبك وضيفك واعرف حكايتك. يا خير ما فعلت، والله العظيم يا خير ما فعلت، دي مفاجأة جميلة جميلة جميلة، كل حاجة جميلة. هي جميلة بس غير متوقعة، ومش ناقصها غير حاجة واحدة بس، هي الضيافة. أنا طلبت منهم واحد نسكافيه من غير سكر ومحدش عبرني. قول لهم بقى يجيبوه لي، وبعدين فكني فك، أنا ههرب ليه؟ ده أنا ما صدقت شفتك.